قضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة بقبول الدعوى التي تطالب باستبعاد الأستاذ سامح عاشور والأستاذ منتصر الزيات من قائمة انتخابات نقابة المحامين والمقررة يوم 4 سبتمبر اللي جاي. يعني مش ها؟ طيب يعني احنا دلوقتي لسه اللي جاي بقى الشهر اللي جاي سبتمبر عشان ما تتلخبطوش، احنا النهارده كام؟ 27، يعني تقريبا فاضل اسبوع اهو. وانتهت اللجنه المختصه بتلقي طلبات الترشح على مقعد نقيب المحامين من عمليه استقبال اوراق المرشحين يوم الاربع الموافق 20 يوليو اللي فات. طيب احنا عايزين نحاول نفهم اكتر على هذه المساله ومساله الطعن على او عدم قبول اوراق الاستاذ سامح والاستاذ منتصر. معانا على التليفون الاستاذ وسام اسماعيل المحامي بالنقد والاداريه العليا. اهلا بيك يا استاذ وسام. اهلا استاذ يوسف، ازاي الصحه؟ محبوك. كله تمام الحمد لله رب العالمين، كله خلاص تمام. كده الانتخابات على الابواب زي ما بيتقال. 4 سبتمبر ان شاء الله. يا ميسر الاحوال يا ميسر الاحوال. يمكن السؤال على مساله قبول اوراق الطعن الخاصه ب او اوراق الاستبعاد، قبول قضيه استبعاد للاستاذ سامح عاشور والاستاذ منتصر الزيات. ايه هي حيثيات الطلب ده او حيثيات هذا الطعن؟ هو الطعن ده او الدعوه دي ارتكنت الى ان بالنسبه للاستاذ سامح طبعا ان هو عضو في مجلس الشيوخ، وان الماده 133 الماده 255 من لائحه مجلس الشيوخ بتطلب من سيادته انه يقدم استقالته وان تقبل هذه الاستقاله من المجلس. ده كان بالنسبه للاستاذ سامح. بالنسبه للاستاذ منتصر كانت بترتكن الى صدور حكم قضائي ضده في قضيه اهانه القضاء. وكان المحكمه اليوم اصدرت حكمها باستبعادهم. بس خليني اقول لحضرتك حاجه في الاول، احنا طبعا يعني مش بنعقب ولا تعقيب على احكام القضاء ابدا، لان دائما الحكم هو عنوان الحقيقه. والاستاذ سامح والاستاذ منتصر كليهما من شيوخ نقابه المحامين، ولهم منا كل الاحترام والتقدير. واحنا يعني انا مع حضرتك بصفتي محامي ممكن اقول ان ايه الحكم ممكن يكون اصابه من وجهه نظري بعض العوار القانوني اللي يدفعني الى الطعن عليه، مش تعقيبا عليه ولا تعليقا عليه. زي ما يكون مثلا في حكم بنطعن عليه بالنقض، بنطعن عليه الحكم الجنح بنستأنفه، فده حكم قضاء إداري فبيطعن عليه إذا صح الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا. مفهوم. طيب ويمكن أبرز المرشحين لمنصب النقيب مين دلوقتي يا فندم؟ أعتقد يعني هم مجموعة كبيرة، 10 أفراد تقريبا، 10 اساتذه من شيوخ النقابه. يعني يمكن انا مش عارفهم بالاسم طبعا، بس يمكن ابرزهم طبعا الاستاذ سامح والاستاذ منتصر والاستاذ نبيل عبد السلام وغيرهم. الاستاذ سامح كان نقيب لفترات طويله. صحيح صحيح صحيح. على كل تمنياتنا للجميع بالتوفيق باذن الله في انتخاب. اتفضل اتفضل يا فندم. لا يا فندم، هو 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 بس حضرتك يعني ايه توضيحا للامر، المواد اللي ارتكن فيها الحكم، المواد سواء كانت في الدستور الماده 103 من الدستور من موضوع تفرغ عضو مجلس النواب او عضو مجلس الشيوخ لمهام عضويته والحفاظ على الوظيفه في المجلس، وطبعا حضرتك يعني عضو في المجلس وعارف الكلام ده، وكان المفروض يعني الموضوع يؤخذ بشكل او بزاويه اخرى، هو ده صح وسليم، لكن الماده هنا ما قطعتش نهائيا. بالاضافه الى ان احنا لو بصينا للحكم من زاويه الاستاذين هنجد ان الاستاذ سامح ما جمعش بين الوظيفتين، لانه حتى لسه ما نجحش فما اصبحش نقيب للمحامين. ده من وجهه نظري انا الشخصيه. فلما ينجح ويصبح نقيبا للمحامين هنقدر نقول والله ان هو جمع بين الوظيفتين، لازم يا اما تسيب المجلس يا اما تسيب النقابه. ده بالنسبه لده. بالنسبه للحكم الصادر في حق الاستاذ منتصر الزيات، هو كان حكم غرامه
ومطعون عليه بالنقض في شهر اكتوبر القادم ان شاء الله، يعني امام محكمه النقض. فالجزء ده برضو هو ما فيش عقوبه سالبه للحريه بالنسبه للاستاذ منتصر. فاعتقد يعني ان الحكم هم اكيد طبعا يعني طلعوا الصيغه التنفيذيه او هيستخرجوها، وفي خلال الايام القليله القادمه هتنظروا المحكمه الاداريه العليا وهتبت فيه. إذا بتت فيه قبل 4 سبتمبر وألغت الحكم الصادر فهيكون ليهم حق دخول الانتخابات. إذا لم يبت فيه قبل 4 سبتمبر القادم فهيكون ليهم بإذن الله فهيتم تطبيق الحكم اللي موجود حاليا باستبعادهم من الانتخابات، وبالتالي مش هيدخلوا الانتخابات على منصب نقيب المحكم. طب هو أنا بس مش متذكر النص بتاع النص الدستوري المتعلق بمسألة الجمع ما بين المجلس ومهمة أخرى، لأنه المجلس أصلا ما هوش وظيفة، وحتى نقابة المحامين أو الصحفيين أو المهندسين أو الأطباء برضو ما يعني. أنا أتذكر كويس أستاذ حمدي السيد كان عضو نقابة أطباء وعضو في المجلس الموقر برضو. تمام، هو حضرتك هي مادة في لائحة مجلس الشيوخ اللي هي المادة 47 من قانون مجلس الشيوخ، اللي قالت أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ أو مجلس النواب وعمل في الدولة أو عمل عام. خلي بال حضرتك برضو أن نقابة المحامين لما بنوصل النهاردة لمرحلة أن أنا نقيب المحامين أو بأمثل جموع محامين مصر، فده في حكم الموظف العام، فليها اشتراطات خاصة أن هو بيتنازل عن أحدهما. فأحدهما هنا دي بصفتي نقيب المحامين، فأنا ما وصلتش لسه إن أنا بقيت نقيب المحامين، ده أنا في طور مرشح. فلو حصل وكل الألماس بنجاح هنا بقى يبقى لينا كلام تاني. بالظبط، يعني بعد انتخابات النقابة، يعني أنا هفترض جت 4/9 والأستاذ سامح نجح، لازم يخير هنا، يا هتقدم استقالتك من المجلس يا إما هتقدم استقالتك من النقابة. فالخيار هنا بيكون بعد ما يعني يبقى له صفة نقيب المحامي، لكن هو النهاردة راجل مرشح ما دخلش في هذا الطور لسه. فبالتالي المادة 47 من قانون المجلس في اعتقادي أنا الشخصي أو من وجهة نظري القانونية ما تنطبقش عليه. فهمت. بس اللي أنا أتذكره برضو، معلش وحضرتك صححني، حضرتك رجل القانون، إنه المسألة الجمع متعلقة بالعمل في دولاب الحكومة، يعني ما بين المجلسين، يعني إذا كان في مجلس الشيوخ أو في مجلس النواب وعملوا في الحكومة، سواء إذا كان الحكومة هنا هي الوزارات أو المحافظات أو المجالس المحلية. حتى أنا بحاول أدور على المادة قدر الإمكان، فلقيت عندي مثلا المادة 353 لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ أو الحكومة أو عضوية المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بيهم. وعليه مسألة النقابة دي مش موجودة مثلاً. تمام يا فندم، هنا حضرتك النقابة أو النقيب في حكم الموظف العام، في حكم الموظف العام، في فرق بين الموظف العام المناصب اللي ساعتك ذكرتها. هو ما تقالش برضو الموظف العام عشان أبقى دقيق تاني. دي المادة 353 من اللائحة، المادة 353 من اللائحة بتقول لا يجوز الجمع أهو بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ أو الحكومة، أي الحكومة أن أعمل في الحكومة. النقابات ما هياش، وحضرتك برضو أدرى بتوصيفها، ما هياش هيئات حكومية على الإطلاق، أو نائب أسف أو أو عضوية المجالس المحلية أو منصب المحافظ. يعني المادة كانت محددة جدا المسميات، الحكومة، المجالس المحلية، المحافظ، نائب المحافظ، رؤساء الهيئات المستقلة، الأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهم. ما قالتش حتى من يقوم بعمل عام. العمل العام لأنه النقيب مش موظف. النقيب مش موظف، بس هو في حكم الموظف العام، لأن في النهاردة اختصاصات ليه داخل النقابة بيمثل فيها جموع المحامين، اختصاصات مالية، اختصاصات إدارية بيقوم بيها. فالاختصاصات دي كلها
فيها اموال، والاموال دي يعني داخله في الدوله، فبيبقى العمل هنا في حكم الموظف العام. في فرق بين الموظف العام وحكم الموظف العام. دليل في كده ايه سعادتك؟ أيوة. النهارده عضو مجلس الشيوخ او عضو مجلس النواب بيقدم اقرار ذمه ماليه طبيعي، تمام؟ اقرار الذمه الماليه النهارده ليه؟ لانه اصبح في حكم الموظف العام وبيعمل في العمل العام، فده خلاه في هذا النطاق. فانا النهارده علشان اجمع بين وظيفتين في العمل العام، ده هيؤثر على احد الوظيفتين او قد يؤدي الى استغلال وظيفه لاخرى. فهنا المشرع حب يفصل بين الاثنين في الماده 103 من الدستور، وقال ان عضو مجلس النواب او عضو مجلس الشيوخ يتفرغ لمهام العضويه ويحتفظ بوظيفته او عمله وفقا لصحيح القانون، ده الماده 103 من الدستور. ويحدد القانون الحالات اللي لا يجوز فيها الجمع، يعني هناك حالات يجوز فيها الجمع وحالات لا يجوز فيها الجمع بين عمله النقابي او عمله في العمل العام وعضويته للمجلس. طيب، على كل قد يكون هذا تفسيرا قانونيا ما زي ما بيتقال، وقد يكون هناك تفسيرات اخرى، لانه تاني برضو هي اللائحه كانت شديده الوضوح، اللائحه حطت مسميات واضحه، لو كانت اللائحه عايزه تتركها للعموم كانت تركتها للعموم، بس اللائحه حطت المسميات. تاني احنا بنتكلم هنا على اللائحه الماده 353 زي ما انا قريتها بالنص، يعني ما فيهاش هزار.